Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. تعملي ايه يا نيفو؟ انت كل يوم هتساوي السرير ما احنا بنرجع ننام عليه بالليل. هو انت ايه اللي على كتفك ده يا نوح؟ انت جايب لي اكل ني ولا ايه؟ ما انا قلت بقى انت اكيد نفسك في الاكل احسن من نفس الشيف المعفن بتاعنا. يلا يا حبيبتي اطبخي لنا لقمه حلوه كده نتغدى بيها. ايوه بس انا عشان اطبخ محتاجه حاجات كتيره قوي، محتاجه نار ومحتاجه حاجات كتير. ودي هتفوتني يا نيفو، ده بور تركي كمرتهولك من الشيف، ودول 2 لتر جاز عشان اللحمه خدت معاكي سوى زياده. لا لا بابور ايه يا نوح، انا مش بعرف اعمل اكل على بابورات خالص. يعني اجيب لك الاي كوك؟ مش قصدي يعني، بس انا لازم اكل لحمه ويل دان، وده مش هيعملي لحمه ويل دان. لا ويل دان ايه يا نيفو، ده ويل دان ده هتسيبيها شهرين على البابور. يعني مش هناكل لحمه؟ ما مش هينفع يا نوح. كنت قلتي لي قبل ما اذبح الكلب مش مهم لحمه. امسكي اعملي لي ملوخيه زي اللي كنت بتعمليها لي واحنا في النفق. دي ملوخيه خضراء. هما نزلوا منها الوان تانيه؟ لا بس انا بعمل ملوخيه ناشفه بس. طيب خلاص هقول لك، امسكي الكرومبا دي لف لنا صباعين محشي نتصبر بيهم. اعملها ازاي يا نوح؟ مفيش مخرطه. هو المحشي بيتخرط؟ قصدي يعني مفيش مقوره. هو المحشي بيتقور؟ مفيش كزبره يا نوح. هو المحشي بيكزبر؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ خلاص يا نيفيان ما تعمليش محشي بجد يا نوح. اعملي باميه. لا 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 نوح، I have a confession. كونفيشي ها؟ بصراحة كده أنا ما بعرفش أعمل أكل خالص، ولا عمري دخلت المطبخ. نعم يا أختي، أمال الأكل اللي كان بيجيلي في النفق ده مين اللي عامله؟ دي الدادة يا نوح. الدادة؟ تشتغلين يا نيفيهان؟ أمال عمايل عينيا وحياة إيديا والأساطير اللي كنت بسمع عنها دي؟ طب أنا جعان دلوقتي يا عم، أروح أكتب على الدادة ولا أعمل إيه؟ لا لا أوعي أوعي. مينوح أنت رايحة فين؟ هروح أتنيل أشوف أي حاجة أطفحها. طب وإيه، تاخدني معاك أنا جعانة أوي. اترزعي هنا ما تتحركيش، مش عايزين فضايح.